هذا ما سوق نموذجي ما والو. الراجل كيتسوق منيول كيبيع 40,000 و160,000 كتزيد هالحالة سوق. الناس ضعافة، فايدة بينا كنتفاجئوا كاين اللي كيشد جوج بلايص ثلاثة ما معناش ما حيرفيش معانا. السوق تسد ما بقاو لا بيبان لا والو، مي غايدخلوا عندنا هاد الناس مي غايدخلوا. هذا سوق، هذا نموذجي، عينا منشوق، ما كاين حتى واحد مستجب لينا. كل حالة ديال الخضار الله يجازيكم بخير. ما عطاوكمش علاش تحطوا الخضرة ديالكم؟ ما عطاونا لا ديك لا سوق لا نموذج لا سوق عشوائي. نموذج الله يجازيكم بخير. صور شو الحالة ديال هذا السوق. حالة كارثية. كارثية، عامر بالمشاش، عامر بالمشاش، فوق من 200 مشلي كدور، اللي جابت شي كارطونة ديال المشاش كتخوانا. هذا ما سوق نموذجي ما والو. الراجل كيتسوق منيول كيبيع 40,000 و160,000 كتزيد هالحالة. صور هاد الحالة الكارثية ديال عينا. ما عندنا لا جمعية لا والو، عندنا الله سبحانه وتعالى. ما خلينا مشينا القيد، مشينا الرئيس الدائرة، تواحد ما تسوق لكم، تواحد ما كيتسوق لنا، لأن هذا مشروع ملكي، ومشروع ملكي مقيوم بثلاثة المليار. خاصنا نديروا الليد في الليد ونتكاتفوا باش ننجحوه، باش يتجاد مشروع اخر في امولي. يعني هاد الخضره هادي نهار جات نهار الاول كانت مزيانه. ما تفعت ما تشات، لان مشروع ملكي، سيدنا الله يطول العمر ديالو دارين هاد المشروع للناس الضعافة. فاذا بينا كنتفاجئوا كاين اللي كيشد جوج بلايص ثلاثه ما معناش ما حيرافيش معانا. هذا ما حيرافيش معانا، فاذا بينا كنتفاجئوا كيشد بلايص على برا. سوق تسد ما بقاو لا بيبان لا والو، مي غايدخلوا عندنا هاد الناس مي غايدخلوا. هذا سوق، هذا نموذجي، كاين اسواق نموذجيه بمعنى الكلمه، اسواق نموذجيه في جميع المدن نقيه. سوق نموذجي في كورس ديال ولاد عماري، كنشكروا ولاد عماري على السوق النموذجي ديالهم ديال الكورس نقي، وما تشيش لي فيه حاجتك. هنا ما محميينش، مزباله كارثيه. كنقول للسيد العامل ديال اقليم ياسي علاش الحمله كاينه عامل الكورس لهي، كاين اللي عنده بلاصه هنا ودير جكراس ثلاثه وعنده احسن بلاصه هنا على الشارع، وحنا داخلين لداخل ومريحين الحمد لله. ما مسوقينش ليكم. ما مسوقينش، وعينا مندو، كاين اللي عنده بلايص هنا ودير جكراس والسوق نموذجي كيدخلوا لي الكراس. خاصك الروسه ما تدخلش، من ولد عماري ما كيدخلوا عندهم، من هما كيحقروهم، حنا اللي محقورين في هذا السوق. هاد السوق هو اللي محقور، ما كاينش اللي كيدوي، كلشي متعاون ومتواطع في هاد الزله. ما معاونينش مع سيدنا، ما معاونينش مع مالكنا. حنا كنطلبوا من السيد عامل اقليماسي باش يشوف في هاد الخضاره، في هاد الناس، هادو راه ناس ضعافة، راهم غير فلوس عباد الله كياكلوا فيها. هي كتجي في بلاصتها، بلاصتها كتجيب منيول ديال السلعه كتحطها مشات ميوس. هي الحاله الكارثيه، كلشي دور على السوق كامل وشوفوا. حنا النهار الاول بلي دخلونا من السوق قال لك عشوائيه السوق، دخلوا هاد الناس ما لقاوش معاه شي صعوبه. الناس قالوا لهم غادخلوا مرحبا فرحانين، مشروع ديال مالكنا ديال سيدنا غادي ندخلوا ليه وغادي نتعاونوا معاه. فراه اللي يقدر يحيد المبادره من الباب يحيدها، يقول هذا المشروع ديالي، المشروع ديال سيدنا الله ينصرو. كنقولها هم الخضاره موته ديال شي واحد، اللي قد يقول ديالي حيد المبادرة من الباب. هذه مبادرة ديال سيدنا، عطاء البائع المتجولين اللي كانوا كيتخبطوا في الميكا ودخلوا هنا وشوية كيتفاجئوا بالسلطات كتخلي الكرارس وتخلي الناس ببلايصهم. يورونا هاد الناس اللي ما عندهمش البلايص، يوروهم، يواجهونا يوروهم. كل عنده بلاصة مخيلة أنا ودير ثلاث كراس وأربعة.